إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في الحلقة ديال استعداد الفرد الثالث. إذا كنواصل استعداد الفرد الثالث، وبغينا في هذا الفرد الثالث يكون من النقاط الطالعين، يعني توصل 19 ونص 20، حيت الميساجات اللي كيوصلوني أستاذ جبنا 18 ونص، لا، خصنا نوليو نلعبو على 20، يعني نجيبو 20، بغيت نسمع بزاف ديال 20 في هذا الفرد الثالث. إذا هذا الفرد الثالث تقريبا قاتلنا ليه واحد السيمانة أولا واحد 10 أيام، اللي غيكون فيه الانقسام الاختزالي والإخصاب والهجوم الأحادي، إذا غالبا هادشي كيكون في الفرد الثالث. إذا كنقترح عليكم في هذا الفيديو تصحيح الوطني 2016 الدورة الاستدراكية بيس. إذا علاش بالضبط عزلت هذا التمرين؟ هذا التمرين فيه المورث المميت ويقدر يتحط ليك بحاله في الفرن. إذا أول حاجة شنو خصك دير؟ غتلقى الامتحان في اليد ديسكريبسيون، يعني شدو خدمو راسك، حاول تخدم التمرين عاد شوف التصحيح باش تستافد بنسبة 100%. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو واش مع جميع الاصدقاء ديالكم اللي عندهم البكالوريا باش كلشي يستافد، سواء نورمال سواء انترناسيونال. اذا غنبداو عطاونا جوج ديال التزاوجات، التزاوج الاول والتزاوج الثاني. اذا التزاوج الاول عطاوني انثى بوجه اسود، تزاوج مع ذكر بوجه اسود، الخلف واحد على ثلاثه من الافراد بوجه اسود، بوجه رمادي عفوا، جوج على ثلاثه من الافراد بوجه اسود. مزيان. إذا بغيت تفرج في الحلقة اللي درت على المورثة المميتة، شنو قلت؟ قلت في هاد النسب هادو ديال جوج على ثلاثة وواحد على ثلاثة، علاش كدل؟ كدل على مورثة مميتة. واش متفقين؟ إذا فيما نشوف النسب واحد على ثلاثة، جوج على ثلاثة، فأنا في الحالة ديال المورثة مميتة. إذا هذه أول معلومة. وشنو هي المورثة المميتة؟ مزيان، ما نشرح لكم شي مورثة مميتة. زائد حاجة واحدة أخرى، اللي فيه جوج على ثلاثة هو السائد. إذا داك الحالي حالي كيف ما بغا يكون، اللي كاين جوج على ثلاثة هو السائد، إذا الأسود هو السائد. والرمادي هو المتناهي. من هنا كنجبد من المعطيات، إذا كنشوف التمرين، واحد على ثلاثة جوج على ثلاثة مورثة مميتة. أو يقدروا يعملوا بنسب مئوية. 33% 66%. إذا حتى لقيتي 33% 66% بحال لقيتي الأعداد، مورثة مميتة، جوج على ثلاثة هو السائد، واحد على ثلاثة هو المتناهي. إذا شنو خصك دير؟ كيخرج لك واحد الطابلو شبكة التزاوج فيها أربعة ديال الخانات، خاصك تخلي غير ثلاثة. إذا هادشي كامل غتشوفوه، غتشطب على السائد مع السائد. إذا فيما كيتلقى ليا أسود مع أسود في الطابلو كنشطب عليه، علاش؟ لأن هاد الأفراد كيموتو، مكيبقاوش حيين، كيموتو. إذا في مرة يطلق الأسود مع الأسود كيموتو، متفقين؟ مزيان، هادشي اللي عرفت على التزاوج الأول. زائد معلومة أخرى، هجولة أحادية، كندرس غير اللون ديال الوجه، اللون ديال الوجه عند الطيور. إذا عندي هجولة أحادية، دراسة لون الوجه عند الطيور. ثاني حاجة، تدل النسب جوج على ثلاثة واحد على ثلاثة على أننا بصدد دراسة المورثة المميتة. العارضة الثالثة، الحالي الأسود سائل والحالي الرمادي متناحي. بقات آخر عارضة، القانون الأول ديال المادة، هاد المورث واش كاين نفسي بغي جنسي ولا نفسي بغي لا جنسي. إذا عندي الخلف غير متجانس، خلف غير متجانس. ما قالوا لي والو على الأبوين، إذا الأبوين هجانا، خلف غير متجانس، إذا الأبوين هجلاء والمورثة محمولة على سبيل جنسي. زائد واحد الملحوظة كاينة، يعني تحت من التزاوجات في السيري غيبان بأن كاينة ملحوظة، التزاوج العكسي للتزاوج الأول يعطي نفس النتائج. إذا شنو هو التزاوج العكسي؟ التزاوج العكسي كنعكس الصفة بالنسبة للذكر والأنثى. إذا كنقلب، كنقلب الجنس، ومين كنقلب الجنس النتائج لا تتغير. إذا هادشي اللي كندرس غير مرتبط بالجنس. تصور معايا يكون درت تزاوج عكسي والنتائج تبدلوا، إذا المورثة المدروسة محمولة على سبيل جنسي، عقل على هاك. إلا قلت الجنس النتائج تبدلوا، إذا هادشي اللي كندرس مرتبط بالجنس. متفقين؟ قلبت الجنس وما تبدل والو، إذا هادشي اللي كندرس غير مرتبط بالجنس. صافي. التزاوج العكسي للتزاوج الأول يعطي نفس النتيجة، وخا عكست تبقى نفس النتيجة، إذا هادشي غير مرتبط بالجنس. مزيان، التزاوج الثاني أنثى بوجه رمادي، ذكر بوجه أسود، 50% بوجه أسود، 50% بوجه رمادي.
إذا حل كيفية الانتقال صفة تلون الوجه عند هذه الطيور. إذا غلبت مين كتسمح عند كيفية انتقال الصفة بحال قال لك عطيني الاستنتاج بحال قال لك عطيني التحليل متفقين؟ إذا أول حاجة غنبدأ بها يتعلق الأمر بهجونة أحادي دراسة صفة واحدة بين قوسين لون الوجه عند الطيور. مزيان، عارضة واحدة أخرى تدل النسب جوج على ثلاثة وواحد على ثلاثة على أننا بصدد دراسة المورثة المميتة. مزيان، الحليب الأسود كيفاش داير؟ سائل. إذا غندير هنا الحليب الأسود سائل، والحليب هذا اللي في الواحد على ثلاثة هو الحليب الرمادي متلاحق. حنا شنو قلنا؟ ملي كيكون عندي حليب سائل كنعطيه حرف كبير، متلاحق حرف صغير. عندك شي واحد يجي ويقول هنا أسود كغون إن رمادي بوتي جي، لا، خصني نلتزم بالرموز اللي عطاوني في التمرين. إذا في التمرين قال لك شوف الرمز بالنسبة لوجه رمادي غدير كغون بي أو بوتي بي، نفس الحاجة بالنسبة للأسود. إذا الأسود كيفاش داير؟ الأسود سائد، السائد غنعطيه حرف كبير، إذا الأسود غنرمز ليه بكغون بي، الرمادي غنرمز ليه بوتي بي، حيت متناهي. إذا ها هو الحليب الأسود سائد كغون بي بين قوسين، والحليب الرمادي متناهي بوتي بي. مزيان، إذا قلنا كيفاش داير؟ الخلف غير متجانس، والإذن إذن الأبوين هجانا. قلت لي آخر حاجة تزاوج عكسي يعطي نفس النتائج، تزاوج عكسي يعطي نفس النتائج. إذن المورثة المدروسة محمولة على صبغ لا جنسي. إذا كان هذا هو حد كيفية انتقال صفة لون الوجه عند هذه الطيور. هذا هو السؤال الأول. السؤال الأول، السؤال ب، السؤال ب قال لك اعطي الأنماط الوراثية الممكنة، اعطي الأنماط الوراثية الممكنة لكل من الأفراد بوجه رمادي ولكل من الأفراد بوجه أسود، أعطينا الأنماط الوراثية الممكنة. إذا غادي نمسح هذا الشيء باش تبقى في المكتب. إذا غادي نمسح هذا الشيء غادي نديرها هنا ب. إذا النمط الوراثي للأفراد بوجه رمادي. واضح؟ شوف معايا، حنا قلنا بعدا عندي صبغي لا جنسي، هيا غنحط بعدا صبغي لا جنسي. مزيان، الرمادي كيفاش داير الرمادي؟ ها هو الرمادي متنحي، يعني عنده بوتي بي. شوف المتنحي، المتنحي إذا كان عنده حرف صغير ديما كيكون حرف صغير حرف صغير. علاش؟ هات، لأن الرمادي عنده في المظهر بوتي بي، والمتنحي، المتنحي لا يظهر غير إطلاقا المتنحي مع المتنحي، ديما، ديما المتنحي متشابه الاقتران، عنده نفس الحالة. مزيان، دابا غندوز النمط الوراثي للأفراد بوجه أسود، اللي عندهم المظهر كومبي. مزيان، ها النمط ديالو، حنا شنو قلنا؟ قلنا عندنا مورثة مميتة، مورثة مميتة، شنو هي مورثة مميتة؟ ملي كيتلاقى السائد مع السائد كيموتوا، كاع ما كيعيشوا دوك الافراد. اذا واش القدر ديال غون بي غون بي
بطبيعة الحال لا يمكن. علاش؟ حيت كيموتو. خصني نشطب عليهم، ما كيعيشوش. إذا شكون اللي كيعيش؟ كيعيش غير اللي عنده غون بي بوتي بي. إذا أي أسود غيكون عنده غون بي بوتي بي هو اللي كيعيش، بي مع بي كيموت. إذا النمط الوراثي للأسود غيكون غون بي بوتي بي. إذا هذا بالنسبة للسؤال الأول. مزيان. السؤال اللي وراه قالك عطيني التفسير الصبغي للتزاوج الأول والتفسير الصبغي للتزاوج الثاني. إذا هو اللي غنديرو دابا التفسير الصبغي. إذا هادشي كامل نكتبو باش تصبر معنا. إذا مزيان. إذا التفسير الصبغي للتزاوج واحد. مزيان. إذا أول حاجة الأبوين المظهر الخارجي النمط الوراثي الأمشاج. إذا الأبوين كنسمي بارون أ بي أ فوا بي دو. المظهر الخارجي، إذا عندي أنثى بوجه أسود، إذا ها هو المظهر الخارجي بين معقوفتين. حنا الأسود باش كنا غنرمزو ليه من كتبنا قبيلة بكغون بي. نفس العملية هنا، هذه أنثى، هنا ذكر احتوى بوجه أسود كغون بي. النمط الوراثي، إذا عندي صبغيات لا جنسية، ها هما عوارض. إذا شنو غيكون؟ غون بي وأعيد غندير غون بي على بوتي بي. ما نقدرش ندير غون بي على غون بي، إذا غون بي على غون بي خطأ. غون بي على غون بي كيموتو. مزيان. تهنا غون بي على بوتي بي، وقلنا بأن الأبوين هجبة، هادو راه هجبة. هذا شحال ماشي صغير، إذا بغيت تفرقوا هاد الجوج غادي يعطي غون بي و بوتي بي. كمعلومة الأمشاج في الهجومة الأحادية كل ماشيج في حرف واحد، يعني اللي مشاو دار جوج ديال الحروف في ماشيج في صفة واحدة خطأ. إذا كل ماشيج في حرف واحد في الهجومة الثنائية، من عناصر الهجومة الثنائية كل ماشيج خص يكون في حرفين. مزيان. إذا هنا عاوتاني شحال من ماشيج؟ غون بي و بوتي بي. هذا 50%، 50%، 50%، 50%. نورمالمون خصني ندير شبكة التزاوج، غنكمل هنا مابقاش ليا ليسباس. إذا هنا غندير شبكة التزاوج. إذا كاين غون بي بوتي بي، غون بي بوتي بي. غلاري غون بي مع غون بي، شنو غيكون مظهر غون بي؟ غلاطي غون بي مع بوتي بي غيكون غون بي، غون بي مع بوتي بي غيكون غون بي، بوتي بي مع بوتي بي، بوتي بي. إذا كنا شنو كنديرو؟ كنشطب على السائد مع السائد. إذا شنو غتبقى؟ غيبقاو ثلاثة ديال الخانات، ثلاثة، جوج على ثلاثة، غون بي واحد على ثلاثة بوتي بي. واش كاين تطابق؟ نعم كاين تطابق، وكندير تطابق النتائج ضريبة نتائج جيدة. إذا هذا كان التفسير الصبغي للتزاوج الأول. مزيان. دابا غندير التفسير الصبغي للتزاوج الثاني. التفسير الصبغي للتزاوج الثاني. إذا غادي نمسح هذا الشيء. إذا التزاوج الثاني بين أنثى بوجه رمادي وذكر بوجه أسود. إذا عندي ذكر بوجه أسود وأنثى بوجه رمادي. إذا الأسود ديما عنده غون بي بوتي بي، حيت قلنا غون بي غون بي راه كيموتو. إذا غير للتذكير باش ما نخطئوش في التمرين. إذا هنا بوتي بي بوتي بي شحال ماشي غتعطي؟ واحد اللي هو بوتي بي، وبنسبة
100%. اذا باش كنعرف عدد الافراد اللي غيخرجوا عندي كنضرب الامثال في بعضياتهم، اذا جوج في واحد جوج غيخرجوا جوج ديال البضائع، ها هما جوج ديال البضائع. اذا كنشوف بان داكشي اللي كندير راه صحيح مزيان. اذا هنا ذكور اناث، هنا غروم بي بيتي بي بيتي بي، وكنلاقي الامثال غروم بي بيتي بي غيخرج غروم بي بيتي بي بيتي بي غيخرج بيتي بي. شحال من هضره خرج؟ واحد على جوج غروم بي هي 50% اسود، واحد على جوج بيتي بي 50% رمادي. اذا واش كاين تطابق؟ كندير تطابق ونتائج تضرب مع نتائج تضرب. اذا القوانين الاحصائيه باش زوينين وباش مزيانين كنعرف راسي واش خاطئ ولا صحيح. الا خرج لي تطابق فالنتائج عندي صحاح، ما خرجش لي تطابق فانا راني خطات، خصني نعاود خصني نشوف فين كاين الخطا. اذا هادشي اللي كان بالنسبه لهذا الوطني، هذا وطني 2016 الدوره الاستدراكيه. إذا الفيديو الجاي إن شاء الله غيكون على وطني 2014، إذا نتلاقاو الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.